الأستاذ الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني، تخرج في كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1985، وتم تعيينه طبيبا مقيما للجراحة العامة بمستشفيات الجامعة في الفترة من 1987 إلى 1990. حصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة من كلية الطب سنة 1989، وسافر بعثة إلى فرنسا للتدريب الإكلينيكي والتجريبي على عمليات نقل الكبد بمستشفى كوشين بجامعة باريس. عمل كاستشاري للجراحة بمستشفيات جامعة سانت لويس باريس بفرنسا، وحصل على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1993، وسافر إلى اليابان بعدها بثلاث سنوات، حيث حصل على تدريب متقدم على جراحات نقل الكبد بمستشفيات جامعتي طوكيو وكيوتو. أنشأ الدكتور المتيني أول وحدة لنقل الكبد من الأحياء البالغين والأطفال بمستشفى وادي النيل بالقاهرة، ومن ثم أسس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس عام 2008. كان المتيني أول من قام بعملية نقل كبد من متبرع حي، كما كان أول من قام بنقل مزدوج للكبد والكلى، وتمكن بالتعاون مع فريق متخصص من عمل 1000 عملية زراعة كبد في مصر خلال 15 عاما الماضية. كما عمل على وضع القوانين المنظمة لعمليات نقل الأعضاء بمصر، وكان عضوا باللجنة التي وضعت القانون، وعضويته باللجنة مكنته من المشاركة في وضع لوائح ومواصفات تجهيزات البنية الفنية لمنح تراخيص لمراكز نقل الأعضاء، كما أنه عضوا في اللجنة القومية لنقل الأعضاء ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة باللجنة، وكان عضوا مؤسسا وسكرتيرا للجمعية العربية لنقل الكبد. الدكتور المتيني كان رئيساً للجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد، وعضواً بالمجلس الاستشاري للرعاية الصحية بمؤسسة مصر للطيران في الفترة من 2007 وحتى 2013، كما كان عضواً بالمجلس الاستشاري لشركة سيدكو للأدوية في الفترة من 2009 وحتى 2012، وعضواً بالمجلس الاستشاري لمستشفى عين شمس التخصصي وشركة وادي النيل للأدوية. نشر الدكتور المتيني العديد من الأبحاث في الدوريات المحلية والإقليمية والدولية، وترأس العديد من المؤتمرات العالمية. عين عميداً لكلية الطب جامعة عين شمس عام 2015، وخلال فترة رئاسته للكلية نجح في تجديد اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والهيئة العالمية للتعليم الطبي، كما حققت كلية الطب تقدما ملحوظا في تصنيف كيو اس العالمي في مجال العلوم الطبية، حيث قفزت بواقع 50 مركزا لتحتل المرتبة 350. وفي تقييم مؤسسة التايمز حصلت الكلية على المركز 71 في جودة الرعاية الصحية، كما ظهرت للمرة الأولى في تصنيف شنغهاي في مجال الطب الإكلينيكي. واليوم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيساً لجامعة عين شمس بقرار جمهوري أعلنته وزارة التعليم العالي.